برحب بالفنان بقى محمد علاء يا اللي كان ياسو، عامل ايه يا ولا؟ الحمد لله زي الفل. اخبارك ايه يا ياسو؟ هو خلاص انتوا خلاص بقى، انتوا الدور استمر كده يعني. بص بقى، يعني اولا كل سنة وحضرتك طيب، ومبروك طيبين يا نجاح رب. دورك اللي الحقيقة يعني، بص يعني كل رياكشن بتعمله طبعا ما بننكرش طبعا شطارة المخرج والمؤلف، بس انت اديت حلو قوي ومثلت حلو جدا، يعني دور الحمد العاشق لله. والاخ اللي ما عندوش مانع يعمل اي حاجة لاخوه، يعني من جيش وكتيبة الشر. قول لنا بقى. والله انا بس مش سامع في حاجه. الو، الو، انا مش ايوه سامع في ايوه سمعنا ايوه كده كده. تمام. طيب ايوه لو كان كلامي فات، بتكلم كنت على نجاحك، انه نجاح دور ياسر اللي الحقيقة انت اقنعت المشاهد بشطارتك، انك انت عاشق فعلا لفدوى، وانه انت في كتيبة الشر اللي يعني ممكن تنفذ اي حاجة اخوك يقولها لك، ويعني حاجات كتير قوي. كلمنا بقى هو عن الدور ده. اللخبطه دي في المشاعر، اللخبطه دي كانت مرعبه في الشغل. يعني المشاعر كلها مكتومه بس عايزه تبان وما تبانش، وما تبقاش كتير وتبقى كتير في حتت. الموضوع كان متعب جدا جدا جدا. فاستاذ محمد برضو كان يعني كاتب حاجه عبقريه. احنا بنقرا الورق، كل حاجه حصلت بالملي مكتوبه. طيب لما جالك الدور وحسيت ان انت هتطلع في دور يعني الوصف بتاعه طبعا، يعني مع يعني وصلني وصلني. الاعتذار، انك خاين ونجل وضعيف الشخصية، يعني انت حضرتك كنت بالظبط. طالع بالدور ده انه ضعيف وندل وخاين، فما قلقتش من انك تطلع بالاوصاف دي فالمشاهد يصدقك، وانت وهو صدق انفعالك، الشخصية اللي انت حاولت تعملها لانك نجحت فيها، فما خفتش. انا كنت خايف جدا لما يصدقنيش، يعني ده اللي كان يعني مخوفني، اللي هو شافني في حاجات قبل كده، وشافني برقص تانجو، وشافني دكتور، وشاف يعني كنت خايف انه ما يصدقنيش. لكن ما كنتش خايف من الدور خالص. انا كان نفسي اعمل حاجه يعني جماهيريه، وحاجه فيها جريئة شويه يعني حاجه فيها حاجه سخنه، حاجه تستفزني انا كممثل، ما عملتهاش قبل كده. وده استفزك لكن فعلا؟ كنت خايف، كنت خايف جدا ان الناس ما تصدقنيش، تقول لا مش لايق على كده، مش لايق. ده الخطر اللي ممكن انا بقى كنت قلقان منه. والحمد لله رب العالمين الناس صدقته وكرهته وصدقته. دي اهم حاجه، دي اهم حاجه. طيب احكي لنا بقى تعاملك بقى مع الدويتو روجينا في المسلسل معلمة فدوى. دي اعظم حاجه في العالم. كواليس ربنا بقى، يخليك كواليس. يا يعني انت محمد، مش متخيله ربنا قد ايه يخليك. الاهتمام بالشغل، وقد ايه كل كلامنا في المشهد، وفي هنطلعه ازاي، وهنتكلم. ما فيش اي حوار جانبي حصل من شهر 12 اللي فات لحد ما خلصنا. ربنا يخليك كله يا ليه محمد. دعوه بالشغل. فقد ايه الواحد بيبقى مستمتع وهو شغال. كمان بقى روجينا دي بقى موضوع تاني في التمثيل، دي موضوع تاني. الواحد لو ما بيحسش هيحس. ربنا يخليك يا فصدقيني محمد. الموضوع كان يعني انا محظوظ جدا، محظوظ جدا طيب جدا. خليني أسألك، لو كان الفنان بيأدي دوره كويس وبيأدي دوره متمكن منه، لو الفنان اللي قدامه ما عرفش يديله الكيو او يديله القيادة في انه يقدر يبدع، ممكن يقع؟ طبعا 100% طبعا. 100% هيبقى في حاجه في الايهام هتبقى مش موجوده. المشاهد مش هيحصل له توحد، هيصدق حد، على لازم يصدق المشهد كله. ده فعلا يعني بيبقى بيفرق كتير في يقول لك في كيمياء، في حاجه يعني في الموضوع لايقين. بتحس ده فعلا يا ياسر، دي فعلا فدوى، ده فعلا فتحي، دي فعلا عبير. ده اللي بيحصل توحد عشان كده. لكن اي حد بيبقى زي زمان يقول لك مش مشكله مثل، او مش مشكله في حد بصراحة كل الناس مش طايق أشادت حد بده وبيمثل قدام فعلا. الكاميرا وبره الكاميرا. لا طيب مستحيل يطلع تعليقات على الناس الدنيا بقى كده. اللي حواليك إيه يا ياسر؟
يعني على السوشيال ميديا الناس اللي حواليك كانوا بيقولوا لك ايه؟ كانوا بيقولوا لك يعني ضميرك ما صحيش مثلا؟ انا ما حدش ندهني باسمي مبدئيا بقالي حوالي احسن حاجه احسن حاجه احسن حاجه يا ياسو، عايز ايه من اسمك؟ يعني هو ياسو ياسر بس، يعني قفلت على كده يعني. شفتي شفتي اخرتها ايه؟ في الشارع كمان، ده في الشارع كمان الموضوع، يعني بنزل بنروح مثلا نعمل حاجه، بروح عند تصوير تاني بعمل حاجه، زكي ياسر عامل ايه يا ياسر؟ واحده واحده يا عم، يعني كان الموضوع كله بيندهني، يعني دي حاجه، يعني دي امتع حاجه في الدنيا اللي احنا نخلص عمل ويبقى الناس مبسوطه كده. طبعا على العموم احنا بنبارك لك على نجاحك المبهر في دورك، وبنشكرك جدا على المداخله الجميله دي. شكرا للاستاذ محمد علاء. مبروك مبروك يا محمد، الف 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 مبروك. انا اللي استمتعت بالشغل معاك، لان انت بجد انا كنت بشتغل قدام ممثل شاطر قوي قوي، ملتزم، مدرسه مختلفه، وانت وديت فدوى بالكتابه بتاعت محمد في حته ناعمه كده، ولذلك لا انا كده مش هعرف انام. والله العظيم يعني انت دايما بتعرف قبل اللي انت بتعمله في اخوك، كنت بتعرف تنام قبل كده لما النهارده مش هتعرف تنام؟ والله احنا بنقرا المشاهد بس على الورق، كنا يعني اتاخرنا على رضوان. يعني واحنا بنقرا بس بنقول طب الدوز كبير شويه يعني، واحد طب في يعني طب نهدى. لا صدقيني القسوه دي هي يعني خلت الناس فعلا تصدق الظلم بتاع رضوان اكتر، يعني كان الموضوع هو اللي عمل توازن في كده. لو اي حد من الاخوات كان قليل او قلبه حني شكله مش شرير قوي او شكله لا مش عادي، ما كانتش هتحس بألم رضوان فعلا. ده حقيقي. نشكرك جدا وكل سنه وانت طيب، والف مبروك استاذ محمد علي. انتوا طيبين، تسلموا.